كنا بدنا نروح من المدرسة خبطوا بعدين أغمى علي. ضربوهم كفوف كمان. يلا مرات بينا احنا يرتخى جوا المدرسة ما نقدرش نتصمد جوا الصفوف ونطلع من الشبابيك. طب هذا بيأثر على الطلاب على تركيزهم مثلا؟ كثير. انا بنبطل نركز ونخاف نضلنا نفكر. كيف انت ما تفهمها؟ كيف يحزن؟ لما يجي يضربني يبقى يغلط بعديها بيجي زي كنا عايشين بسجن، وبرضه لما نروح على المدرسة عايشين بسجن أكتر وأكتر. Thank you.